الحمد لله ربنا ألعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عنه، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه ألعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي، أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبده بحكمة إلا فتح له الباب.